تعرف الجرائم الإلكترونية بأنها الممارسات التي توقع ضد فرد أو مجموعة مع توفر باعث إجرامي بهدف التسبب بالأذى لسمعة الضحية عمداً أو إلحاق الضرر النفسي والبدني به. وهناك أنواع كثيرة من الجرائم الإلكترونية، وطبعاً بتطور قوتها وشراستها بالتناسب مع تطور التكنولوجيا. ومن أمثلة هذه الجرائم جرائم إلكترونية ضد الأفراد أو ضد الحكومات، جرائم سياسية إلكترونية، سرقة المعلومات، الإرهاب الإلكتروني، طبعاً جرائم الاحتيال وسرقة الأموال. هذا النوع من الجرائم تقوم الدولة بمكافحته والمحاولة لتوعية المجتمع بوجوده، لأن تأثير هذه الجرائم على المجتمع لا يقل خطورة عن أي جريمة أخرى.